مباراه غانا كمان، كلنا اتفرجنا على مباراه غانا، كانت بيلعبوا ضد فريق كاب فيردي او الراس الاخضر. والحقيقه منتخب غانا انا في وجهه نظري الفنيه منتخب يعني منتخب غير شرس، منتخب الحقيقه ظهر بصوره متواضعه جدا جدا امام احد الفرق اللي بقول لحضراتكم الراس الاخضر. كان مين يسمع عن الكاب فيردي؟ مين يسمع عن كاب فيردي ديت من 4 5 سنين؟ يقول لك يعني الطبيعي جدا ان منتخب غانا هينزل يكسب 5-6 او 4-5. الكوره خلاص في افريقيا انتهت هذه النتائج. الفرق الكبيره اللي بتركز وبتعمل شغل وبتدوس على الخصم ممكن تعمل هذه النتائج، لكن الحقيقه انا اتفرجت على مباراه غانا والراس الاخضر فريق لا يستهان به. غانا فريق يفتقد الجماعيه، كل واحد بيلعب بالشكل الفردي. كاب فيردي فريق مش هقول فريق، هو فريق جماعي بيلعب كره جماعيه بشكل كويس، عندهم عناصر جيده جدا. احرجوا المنتخب الغاني بشكل كبير جدا جدا في هذه المباراه، وقدروا يفوزوا بفوز تاريخي، يعتبر فوز تاريخي على منتخب من الاسماء الكبيره موجوده في القاره الافريقيه، منتخب غانا اللي الحقيقه عنده مشاكل مش بس في كوت ديفوار، كمان في البطوله السابقه في الكاميرون كان عنده بعض المشاكل في البدايه. وبالتالي الامور بعض الناس تقول لك طب كويس ان منتخب غانا اتغلب، يعني بالنسبه لنا كويس. الحقيقه مش كويس بالنسبه لنا، يعني منتخب غانا يعني دلوقتي خلاص يعني ما عندوش امل غير انه يعمل نتيجه ايجابيه امام المنتخب المصري. وهتكون ان شاء الله مباراه يوم الخميس مباراه قويه جدا جدا، وفي اعتقادي الشخصي هيكون مباراه صعبه على المنتخبين. منتخب غانا بعد الهزيمه من راس الاخضر مطالب بشكل كبير انه يكسب مباراه مصر. مصر بعد التعادل مع موزمبيق مطالب انه يكسب هذه البطوله. الاكثر تركيزا والاكثر اصرارا والاكثر عزيمه في هذه المباراه، مش هقول الاكثر فنيا، الاكثر عزيمه وروح وقتال في الملعب، لان في بعض الحالات وبعض المباريات وانا مريت على مر العصور مع منتخبنا بهذه المباريات قد يكون المنافس فنيا افضل، ولكن اصرارك وروحك في الملعب والقتال في الملعب هو ده اللي بيجيب الانتصار. الحقيقه دي غابت بشكل كامل عن مباراه موزمبيق، ما كانش هذه الروح ما كانتش موجوده. تاني بنطالب بهذه الروح، واللعيبه اكيد اكيد هنلاقي شكل مختلف باذن الله امام منتخب غانا اللي زي ما بقول لحضراتكم هيكون منتخب شرس جدا جدا في مباراه منتخب مصر يوم الخميس، لان لا يعني ما عندوش بدايل، هو لازم يكسب منتخب مصر وهيستنى يلاعب موزمبيق اللي هو عارف كمان ان هو فريق قوي جدا. لكن انا بتمنى كل التوفيق الحقيقه لمنتخبنا.